السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب النهاردة أشرح لكم عن موقع نيو بوكس، وهو موقع ليس بجديد على الناس، ولكن هو موقع معروف من سنة 2007. يدفع دائما لعطائي. أولا أحب أن أشرح لكم كيفية الدخول فيه وعمل عضوية. أول حاجة بدوس على ريجستير، بعد ذلك بدوس بحط هنا اليوزر نيم بتاعي، بعد كده بحط هنا الباسورد بتاعي، برضو هنا برضو بحط الباسورد، هنا بحط الايميل، بحط الايميل هنا برضو بتاع بايزا او باي بال لو عندنا، ولو كده نحط الايميل بتاعنا عادي. وبايزا وباي بال هو اللي هنستلم عليهم الفلوس ان شاء الله بعد الربح المضمون. ريفرال ده بنحط عليه اسم الريفرال اللي قال لنا نخش على نيو بوكس، لو عارفه حطه، لو مش عارفه خلاص سيبه سيبها فاضية. هنا بنحط السنة الميلادية بتاعتنا، هنا بنقلد الحروف اللي موجودة هنا وندوس على البوكس وكونتينيو. هيجي لنا ميل على الايميل بتاعنا اللي احنا حطيناه هنا، يبقى في كود، ناخد الكود ده كوبي، وبعد ما ندوس كونتينيو بعد ما ندوس كونتينيو هيجي لنا صفحة تانية فيها كده مربع، المربع ده هنحط فيه الكود، وبرضه هننقل فيه، هيبقى فيه برضه مربع تاني ننقل فيه الحروف، ننقلها ونعمل كونتينيو. كده الاكونت بتاعنا اتعمل، ندوس على لوجن. بعديها هنا بحط اليوزر نيم، هنا الباسورد، هنا الفيريفيكيشن كود، بعد كده اروح دايس لوجن. دي الصفحة اللي هتيجي بعد دخولي، بعد ما عملت لوجن. دي السمري بتاعت الاكونت بتاعي، وطبعا هشرح فيها ان شاء الله كل حاجة، بس نبتدي باهم حاجة وهي فيو ادفرتايزمنت. ادوس على كيفية ضغط الاعلانات، دي اللي هنبدا بيها، ندوس على فيو ادفرتايزمنت. طبعا هيبقى في اعلانات كتيره موجوده، في اللي لونها بنفسجي زي ده، في اللي لونها اخضر، في اللي لونها برتقالي. انا دلوقتي ضغطت على كل الاعلانات اللي كانت متاحه، ولكن في مازال اعلان هدوس عشان انا عايز اعمله، ادوس على عليه، بعد كده ادوس على الريد دوت اللي هي دي، بعد كده هيجي لي الاعلان بيقول لي waiting for the advertisement to load. بعد كده هلاحظ ان هنا ابتدى شريط لونه برتقاني يحمل، استنى لغاية لما يخلص خالص، لغاية لما يبقى لونه برتقالي. بعد كده يقول لي مثلا اللي هنا خلاص الاكونت بتاعي خلاص اخدت فلوس الاعلان، اروح دايس كلوز، بعديها الصفحة تقفل. مع كل ضغطة اعلان انا بعمله، لما اخلص الكليك بتاع الاعلان كله باخد 3 فرص في الاد برايز، ودي باخدش على سحب، يمكن اكسب او لا. انا هدوس عليها اهو، برضو نفس الحكايه زي ضغط الاعلانات. هلاحظ هنا ان في شريط لونه برتقالي هيطلع، هستنى لغايه لما يحمل خالص هيبقى لونه اخضر. انا لو كسبت هيقول لي هنا اللي انا كسبت كذا كذا كذا، مثلا على حسب كل حاجه، $50 $10 كل واحد وحظه. ما كسبتش هيجي لي زي كده لا كلوز لا اما نكست، ادوس نكست عشان لسه عندي فرصتين تاني في الاد برايس. ادي دي الفرصه التانيه لسه بتحمل، طبعا في اليوم بيجي لك مثلا حوالي 20 اعلان، يعني تخيل مثلا هيبقى الاد برايس بالنسبه لك فرص كتير جدا. بس عشان انت تكسب في الاد برايز لازم هيكون عندك على الاقل ضغط في اليوم اللي قبليه اعلانات كتيره، لان لو انت اكتف في اليوم اللي قبليه هتكسب في الاد برايز، ودي حاجه مضمونه، يعني لازم تبقى اكتف على طول. نرجع بقى للاكونت سامري. هنا بلاحظ ان دي هنا بيقول لي اللي انا ستاندرد الممبرشيب بتاعتي، هنا دي بيقول لي انا ممبر من قد ايه، هنا الدايركت ريفرالز اللي هم اللي اشتركوا تحتي وانا بكسب منهم فلوس كل ما يعملوا ضغطات من اللينك بتاعي. ده اللينك بتاعي اهو،
ده وانت كل واحد ليه لينك تاخده كوبي وتنشره لكل الناس اللي عندك، مثلا على الفيس على تويتر على حسب كل اصحابك، كل ما هم يعملوا ضغطات بعد ما هم عملوا اكاونت تحتك انت هتكسب فلوس منهم. دول الرنتد ريفرالز اللي انا باجرهم، وانا هشرح دلوقتي ازاي اجر ريفرالز بس بعد ما اشرح بقيه الحاجه. ده المين بالانس، الفلوس اللي موجوده في الاكاونت بتاعتي رنت البالانس، هشرحها وانا بشرح الريفرالز ازاي باخدهم. الدايركت بيرشيز دي الحاجات اللي انا دي الفلوس اللي انا استخدمتها عشان اشتري حاجه على نيو بوكس، ريفرالز اجرهم، اشتري اعلان مثلا، نيو بوينتس دي بستخدمهم في حاجات كتيره هشرحها دلوقتي، النيو كوينز برضو بستخدم، لو كملت 5000 فنيو كوينز هيتحولوا ل$5 وهكذا، مثلا كملت 10000 نيو كوينز هيتحولوا $10,000. طبعا دلوقتي دي اوفرز، الاوفرز دي اللي انا بكسب منها النيو بوينتس والنيو كوينز. الشات انا مش عارف ادخل اعمل شات مع الممبرز غير لما يكون ضغط على الاقل 250 اعلان، والمنتدى بتاع الموقع مش عارف ادخله برضو غير لما يكون ضغط على الاقل 250 اعلان. ودي FAQ اللي هي بيبقى مشروع فيها بعض الحاجات في الموقع، وهنا محطوطة اللغات اللي انت ممكن تختارها. دول عدد الاعلانات اللي انا ضغطتها، دول عدد الاعلانات اللي الريفرالز بتاعتي ضغطتها اذا كانوا بقى دايركت او رنتد. دلوقتي انا هشرح لكم حاجة مهمة جدا اللي هي ازاي اعمل رنت الريفرالز، ازاي اجر ريفرالز. اول حاجة اعملها دوس على الريفرالز. هنا ممكن اخد 3 ريفرنس اجرهم، بس طبعا مش هينفع اجرهم غير لما يكون معايا $0.6. انا طبعا عشان اشتري لازم، انا قلت اللي يكون في عندي في الرنتال بالانس فلوس عشان هي دي اللي انا بشتري بيها الريفرنس وبعمل بيها الاعلانات. انا بحولها ازاي بقى الفلوس من المين بالانس؟ هو في كذا طريقه عشان احولها الفلوس. بدوس على ادفانس، في عندي هنا المين بالانس اللي انا ممكن اللي هي الفلوس بتاعتي اللي في نيو بوكس ممكن احول منها، ممكن احول من بايزا، ممكن باي بال، ممكن نتلر. اول حاجه بدوس على المين بالانس، دي طبعا الفلوس بتاعتي، انا بختار عدد الفلوس اللي انا عايز ابعتها للرنتال بالانس وادوس ترانسفير فروم يور مين بالانس، هتبقى موجوده في الرنتال بالانس واجر بقى براحتي اللي انا عايزه. هنا دي يور بيمنت، لما اكمل $2 هقدر اللي انا ابعت الفلوس على الاكونت بتاعي سكان بايزا بقى او باي بال لما اعمله. بس انا بقول احسن حاجه للبلاد العربيه بايزا، لان باي بال ما بيستقبلش كل البلاد العربيه، فيستحسن بايزا. انا لما اكمل $2 او انت هبعتهم هنا، بدوس على يور بيمنت هي واختار بايزا مثلا، وانا بحط الايميل بتاعي وابعت. كل انا مثلا دلوقتي مش هعرف ابعت غير لما يكون عندي $2. لما اعمل بعد كده بقى اجي مرة تانية عشان ابعت هيقول لي لازم يكون عندك $3، المرة اللي بعديها 4، المرة اللي بعديها 5، لغاية لما توصل لغاية $10 وهتفضل ثابتة مش هتتغير. اظن ان انا كده شرحت اهم الحاجات في يو بوكس، وان شاء الله هرجع لكم تاني بشرح اكتر عشان افهمكم كل حاجة عن الريفرالز واهم الحاجات الموجودة. بس انا بنصحكم عشان تتقدموا في الموقع ده لازم تضغطوا على الاعلانات كل يوم. دي نصيحة مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.